السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هذا النهار غادي نتكلموا على واحد الموضوع اللي غالبية المربين كيعانيوا منه، وهو الحر ديال الصيف. هذه الطريقة اللي غادي نوريكم طريقة سهلة وفي نفس الوقت راها فعالة. هانتوما كما كتشوفوا الأرنب، راني دابا الوقيتة ديال الظهيرة راه كينهت بزاف، وخا كبيت عليه الماء كتلاحظوا الحركه ديالو انه كينهت. علاش؟ لان الحراره بدات كتاثر عليه. كاينه واحد الطريقه اللي هي سهله، وهي الزليج. الزليج غادي تجيب واحد جوج طروفه، جوج جليجات ولا جليجه وحده، ولا انايا انتما كما كتشوفوا معايا شديت هذا الجليج، هذا هو عادي الجليج اللي كيدير فيه، واخا غير طروفه هكا او جليجه كبيره اللي بغيتو. انا درتو في الماء، الا حطيت عليه يدي هكا كونوا متاكدين ان غادي تلقاو الجليجه بردت بارده، لان فيها هذا الطرف، هذا شويه هنايا من الطين. هنشوف اللون ديالو كيبقى شاد البروده، واخا نتوما ما كتسقيوش الا لاحظتوا. واخا كتكون الحراره على برا، ملي كتكون في الديور عندكم الداخل كتلقاو الجليج بارد. الجليج بارد لان عنده هذه الجهه هذه كتحافظ على الحراره. انا دابا كنقيسو بيدي هكا كنلقاه بارد. هذه كتحطوها عند القناين الداخل، لاحظوا معايا انا عندي بحال جوج مثلثات. غادي نحاول ان الارنب يبقى يحط يجلس على هذاك البروده، باش يبقى ديما هو مبرد. انتما كما كتلاحظوا، وفي نفس الوقت ما ديروش الجليج بزاف في الكاج، باش يقدر يتسرب هذاك المياه ديال عز الله ديال الارنب، يقدر يتسرب من تحت. نقدروا نديروا بهذه الطريقه مثلا هكا، تخلي واحد الفج ما بين الجليجه والجليجه، باش حتى الا كان شي المياه ديالو هكا يقدر يهود. هانتوما كتشوفوا انني ملي كنحط يدي عليها راها بارده، وهاد البروده هادي راها كتنفع. او غادي يمشي لها مباشره، ها هو دابا حس بالبروده، ها هو راه دابا راه حس بالبروده. كنا متاكدين انه غادي، انا جربتها هاد الطريقه، غادي يبقى يمشي لهذيك البلاصه ديال هذيك البروده ويجلس فيها، غادي ما غاديش يبقى يتحرك هاك وهاك. وكذلك ديروها للارانب الصغار حتى هما، علاش لا؟ ها نتوما، ها هو ما بغاش يتحرك من تما. علاش؟ لان مسكين راه حس بالبروده كيما حتى هو، راه في هاد الوقيته هادي راه في الحقيقه راه الحراره ديال بصح، ان هنا في المنطقه الشرقيه الحراره بزاف. كيما قلت لكم هنايا خليو هاد الفج هذا، انتم كما كتشوفوا هاد الفج هذا، باش الا كان شي تسربات ديال المياه ديالو يقدر دوز من هنا وتمشي للكاج. وهاد الطريقه هادي اللي عنده الارانب كيعانيو من الحراره، كونوا متأكدين أن الطريقة راه فعالة 100%. يلا إلى حلقة مقبلة إن شاء الله. سمحوا لي إلا تعطلت عليكم، عندي الخدمة في هاد الأيامات عليها راني كنتعطل عليكم، ولكن غادي نحاول أنني مرة نبقى نصيفط لكم فيديوهات. مرحبا بكم في القناة ديالي، وشكرا على التعليقات المزيانة ديالكم. الصراحة كتشكروني وكتدعموني. اللي باقي ما شاركش معايا يشارك معايا ويدخل يشوف الفيديوهات ديالي. وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.